بسم الله الرحمن الرحيم. علم الاقتصاد، أي علم بينشأ لحل مشكلة ما بيواجهها الإنسان. وبما أن الاقتصاد علم، فهنبدأ بمعرفة إيه المشكلة اللي بيهدف علم الاقتصاد لحلها. الإنسان حاجته متعددة ولا نهائية، وفي المقابل الموارد محدودة نسبيا حتى عند أغنى الدول، وده اللي بنسميه المشكلة الاقتصادية. يعني احتياجاتي لا نهائية ومواردي محدودة نسبيا. طبعا لازم نبقى واخدين بالنا ان احتياجاتنا أساسية وضرورية، زي الأكل، زي الملبس، زي المسكن، زي العلاج. وفي احتياجات كمالية، زي ان انا اركب عربية غالية، زي ان انا اتفسح. يبقى ده يفسر تعدد وتشعب الحاجات الإنسانية. الموارد الاقتصادية المتاحة في أي مجتمع تتسم بالندرة، يبقى دي سمة أساسية في أي مورد اقتصادي، إن هو لازم يتسم بالندرة. لازم نبقى واخدين بالنا إن الموارد الاقتصادية ممكن تكون طبيعية، ممكن تكون بشرية، بستخدمها علشان أنتج سلع وخدمات. سلع يعني منتج ملموس، خدمات يعني منتج غير ملموس. والهدف من الانتاج سواء كان سلعي او خدمي ان انا اشبع القدر الاكبر من احتياجاتي. خلي بالك، ما قاليش ان انا اشبع كل احتياجاتي، دايما احتياجاتي بعمل لها اشباع بشكل جزئي، انما التغطية الكاملة لاحتياجات اي مجتمع ما بتحصلش، لان في النهاية احتياجاتي غير محدودة في ظل مواردي المحدودة. الموارد الاقتصادية، علشان بس نقول ايه اللي هنقدر نطلق عليه مورد اقتصادي وايه اللي ما ينفعش نقول عليه مورد اقتصادي، خلي بالك لازم ابقى واخد في اعتباري ان المورد الاقتصادي لا يعني بالضرورة ان الشيء ده مهم ما اقدرش اعيش من غيره. يعني مثلا الذهب مورد اقتصادي غالي جدا، الا ان انا كانسان اقدر اعيش من غير الذهب، ومع ذلك الذهب سلعة غالية جدا. الهواء ده يعني حاجة اساسية لحياة الانسان، ومع ذلك لا يعد مورد اقتصادي. شروط المورد الاقتصادي: المورد الاقتصادي لازم يتسم بالندرة، تمام؟ الندرة معناه انه ما ينفعش يكفي احتياجات جميع افراد المجتمع. الحاجة اللي هتكفي جميع افراد المجتمع يبقى هي مش مورد اقتصادي، زي ما قلت لك الهواء. بما انه هو مش هيكفي كل الناس، يبقى هو بالتالي هيبقى له ثمن او سعر. اي حاجة بدون ثمن مش مورد اقتصادي. اذا كلمة مورد اقتصادي مش مقترنة بان هي اساسية في حياتي، مقترنة بسمات اخرى زي الندرة، زي وجود ثمن. علشان يكون في مورد اقتصادي، انتاجه بيتطلب جهد، وقت، فلوس. اللي مش هتطلب الحاجات دي مش هيعد مورد اقتصادي. بالتالي علم الاقتصاد بيقول لي ببساطة ازاي تستخدم مواردك المحدودة في ان انت تشبع حاجتك المتعددة وغير المحدودة. الإشباع زي ما قلنا قبل كده مش إشباع كامل، إنها بحقق أفضل درجة ممكنة من الإشباع. يعني أنا أبقى دولة اقتصادية قوية لما بعرف أغطي أكبر قدر ممكن من احتياجات مجتمعي بمواردي المحدودة، تمام؟ بالتالي الاقتصاد بيتسم أو بي 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 بيعتمد على اتخاذ القرار، لأن أنا علشان أقول إيه المورد اللي هستخدمه في الإنتاج وهلبي احتياجات مين من المجتمع، ده قرار اقتصادي. بحتاج ان انا احلل السوق، اشوف البطالة عندي قد ايه، اعمل قرارات متعلقة بالتجارة الى اخره من عناصر اتخاذ قرار مرتبطة بالنشاط الاقتصادي في الدولة. الاقتصاد فيه فرعين اساسيين: اقتصاد جزئي مايكرو ايكونومي، واقتصاد كلي ماكرو ايكونومي. مايكرو ايكونومي هو الاقتصاد بتاع المؤسسات او بتاع المستهلكين المتعلقين بقطاع معين. لما اقول لك شركة بيبسي، ده اقتصاد جزئي. لما اقول لك الاقتصاد المتعلق بسلوك مستهلك لشركة ماكدونالدز، ده اقتصاد جزئي. الاقتصاد الجزئي في الحالة دي بيتصل باتخاذ قرارات متعلقة بالمنشأة الاقتصادية دي. الاقتصاد الكلي هو الاقتصاد ككل، الخاص بالبلد ككل. لما اقول لك اقتصاديات النشاط السياحي في مصر، اقتصاد كلي. اقتصاديات العمالة في مصر، ده اقتصاد كلي. المستوى العام للأسعار، السياسات المالية، الضرائب في مصر، التضخم قد ايه، الدخل القومي، الناتج القومي، كل ده اقتصاد كلي.
يبقى الاقتصاد الكلي بيدرس الاقتصاد الوطني ككل، الجزئي اقتصاد شركة بعينها، مصنع، قطاع مستهلكين معين. محلي لا تساوي كلمة القومي. المحلي معناه الناتج المحلي، معناه كل اللي أنتجته من سلع وخدمات داخل الاقتصاد وداخل الفترة زمنية معينة، في الغالب بتكون سنة. إنما القومي القيمة النقدية أو السوقية لكل السلع والخدمات اللي أنتجها المواطن، سواء كانوا فين، داخل مصر أو خارجها، أو بصفة عامة داخل الدولة أو خارجها. يعني اللي أنتجه المصريين داخل مصر هنقول عليه الناتج المحلي الإجمالي، اللي أنتجه المصريين داخل مصر وخارج مصر نقول عليه الناتج القومي الإجمالي. قومي ناشونال، محلي دوماستيك، تمام؟ يعني ايه الانتاج المصريين؟ طب انا اللي انتجته داخل مصر انا هعرف احصيه واشوف قيمته الماليه كام واقول ده الناتج المحلي الاجمالي. طيب واللي انتجه المصريين بره مصر ده هجيبه ازاي؟ ببساطه جدا بعبر عنه بحاجه اسمها تحويلات المصريين العاملين في الخارج. يعني المصريين اللي بيعملوا مثلا في دول الخليج، المصريين اللي بيعملوا في الدول الاوروبيه، في امريكا، في استراليا، في اي دوله خارج مصر، بالتالي بيعملوا تحويلات لجزء من دخولهم لداخل مصر، بنسميها تحويلات المصريين عاملين في الخارج. ده بضيفه على اللي انتجه المصريين اللي قاعدين على ارض مصر، فبالتالي بينتج لي ما يسمى برقم الناتج القومي الاجمالي. يبقى الناتج القومي الاجمالي يساوي الناتج المحلي الاجمالي زائد ايه؟ صافي عوائد عناصر الانتاج الخارجيه اللي احنا ممكن نقول عليها، تقدر تقول تسميها تحويلات المصريين العاملين في الخارج، او تحويلات المستثمرين المصريين من ارباحهم في مشروعاتهم الاستثماريه في خارج مصر لداخل مصر تاني. خلي بالك ان تحويلات المصريين العاملين في الخارج هي رقم واحد للعمله الاجنبيه في مصر، يعني في وقتنا الحالي بقى لها يمكن 10 سنين بتسبق السياحه، حتى كمان بتسبق ايرادات مصر من رسوم عبور قناه السويس. اذا انتاج المصريين خارج مصر جزء كبير جدا من الناتج الاجمالي اللي احنا بنسميه الناتج القومي الاجمالي. بالانجلش gross domestic product GDP، gross national product، domestic يعني محلي، national يعني قومي. يهمني تعرفهم بالانجلش وبالعربي. علشان انتج عندي ثلاث عناصر اساسيه: موارد طبيعيه، عمل، رأس المال. وخلي بالك وحطها حلقة في ودنك، رأس المال في الاقتصاد لا تعني النقدية، ما تعنيش الفلوس. رأس المال بالنسبة للمحاسبة تعني كلمة الفلوس، إنما رأس المال بالنسبة للاقتصاد هنشوف تعني إيه. الموارد الطبيعية كل ما وهبته الطبيعة للإنسان، سطح الأرض واللي فوق سطح الأرض واللي تحت سطح الأرض. لما يجي يكلمني عن السياحة هيقول لي إن الموارد الطبيعية المناخ المعتدل، شواطئ شكلها حلو، طبيعة جذابة، الصحراء عشان سياحة السفاري، الغابات عشان سياحة المغامرات، البحيرات عشان الأنشطة البحرية المختلفة، الجبال عشان نتسلق، إلى آخره من عناصر جذب طبيعية. دي اسمها الموارد الطبيعية. بستخدمها في الإنتاج؟ طبعا بستخدمها في الإنتاج. عندي طبعا موارد معدنية، عندي أرض خصبة، عندي أنهار، كل دي موارد طبيعية. عندي شمس بعمل منها طاقة شمسية، عندي رياح بعمل منها طاقة رياح، إلى آخره. غابات، ناس بتقطع الأخشاب وتستخدمها في الصناعات، إلى آخره من عطاء الطبيعة السخي اللي بستخدمه في الإنتاج. دي اسمها land أو natural resources أو الموارد الطبيعية. ده أول عنصر من عناصر الإنتاج. Factors of production, the first point is land, or the first item is land. تاني عنصر العمل أو العنصر البشري، سواء كان مخ والعضلات، يعني الجهد الإنساني العضلي أو الجهد الإنساني الذهني. عضلي زي مثلا عامل البناء، ذهني زي مثلا الطبيب، المهندس، المعلم، المحامي. القوى العاملة، لما بقول كلمة قوى عاملة في المجتمع ده معناه كل الأفراد اللي بيساهموا في العملية الإنتاجية. يعني الطفل الصغير مش هحسبه جوه القوى العاملة، الشيخ الكبير الغير قادر على العمل مش هحسبه جوه القوى العاملة. يبقى القوى العاملة الفرد في المجتمع القادر على الإنتاج.
طبعا مش محتاجين نقول ان قطاع السياحه قطاع في الاساس قطاع خدمي جدا، يعتمد على العنصر البشري بشكل مكثف جدا. يعني حتى لو كانت التكنولوجيا مبهره بالنسبه لي في فندق، ان انا هعمل الكترونيك تشيك ان، هخش عند الريسبشن مش هلاقي بني ادم، هلاقي كده ماشين واعمل عليها تشيك ان ويديني الالكترونيك كي او السمارت كي، اسحب من المكنه المفتاح اطلع بيها اوضتي، ادخل الاوضه الاقي رابط اللي عامل لي الهاوس كيبنج، اطلب الروم سيرفيس الاقي رابط اللي جايب لي الاكل الى اخره، من حاجات مرتبطه بالتكنولوجيا. لان في النهايه لو ده بقى نمطي في السياحه انا مش هبقى مبسوط. يعني اتخيل نفسك كده رايح الهند ومش بتقابل ولا واحد هندي، وكل تعاملك في الفندق مع روبوت، اكيد ده بالنسبه لك شيء مش ممتع. يعني قد يكون مبهر للوهله الاولى، بس بعد شويه اللي هو فين البشر. فبالتالي قطاع السياحه قطاع في الاساس قطاع خدمي يعتمد على تقديم الخدمه من البشر. رأس المال زي ما قلت لك من شوية في المعنى المحاسبي تعني النقود، ولكنها في المعنى الاقتصادي لا تعني النقود. تعني ايه؟ ما يصنعه الانسان للانتاج. يعني الشاكوش ده رأس مال، الكمبيوتر في شركة السياحة ده رأس مال، المكتب ده رأس مال، البوتاجاز في المطبخ بتاع المطعم ده رأس مال، القلم ده رأس مال. يبقى كل العدد والآلات اللي بتستخدم في الإنتاج ده نطلق عليها كلمة رأس مال. في المجال السياحي الفندق رأس مال، المطعم رأس مال، أتوبيس النقل السياحي رأس مال، إلى آخره من عناصر تستخدم في الإنتاج بنطلق عليها المكنة. يعني تمام، ده اسمه رأس المال في المعنى الاقتصادي. هامر، رابط، بوك، كمبيوتر، كل ده رأس مال. لما نيجي نتكلم بقى عن العلاقة ما بين البيزنس والهاوس هولد، الهاوس هولد تقدر تقول عليها المجتمع، الهاوس هولد بيسميها بنترجمها بالعربية القطاع المنزلي وبالانجلش الهاوس هولد. خلينا نقول كده ببساطة الشغل والبيت، من الآخر الشغل والبيت العلاقة ما بينهم ايه في الاقتصاد؟ هم دول العنصرين اللي موجودين في المجتمع، شغل وبيت. هنشوف كده نمشي مع الخط ده. الشغل بيدي للهاوس هولد الدخول، تمام، ادي الدخل دخل البيت اهو. طب في المقابل البيت او الهاوس هولد او القطاع المنزلي او الاسر او المجتمع بيدي للبيزنس الانفاق. يعني ايه؟ يعني انت لما انت بتقبضني مرتبي، انا خدت مرتبي اهو، مرتبي ده رجعته لك تاني لان انا رحت اشتريت منك احتياجاتي، اكل وشرب ولبس وسكن الى اخره، تمام. ادي كده دورة الفلوس. نشوف بقى دورة عناصر الانتاج. المجتمع ادى للبزنس الايدي العاملة، تمام. طيب والبزنس ادى ايه للايدي العاملة دي؟ هو اللي انتج لها السلع والخدمات اللي هتستهلكها، هو اللي انتج لها الاكل، هو اللي انتج لها اللبس اللي هتلبسه، هو اللي انتج لها الفرش اللي هتنام عليه، هو اللي انتج لها العربية اللي هتركبها. اذا العلاقة متبادلة، الشغل او قطاع الاعمال او البيزنسز بيدوا للمجتمع احتياجاته، والمجتمع في المقابل بيدي للبيزنس احتياجاته، الاتنين بيدوا للبعض فلوس. يعني البيزنس بيقبضني وانا برجع الفلوس للبيزنس تاني عشان بشتري احتياجاتي. انا بشتغل عند البيزنس بديله طاقتي وجهدي ووقتي علشان هو في النهاية يوفر لي احتياجاتي من السلع والخدمات. ده ببساطة كده العلاقة ما بين البيزنس والهاوس هولد.